ديالنا العزاز اليوم جينا عند اخت مديحه انتم الدخله ديال القصريه كتمو جاي النيشان كتلقاو المحل هنايا ها انتم كتلقاو المحل جاد بيجامه بحال هكا كتلقاو مكتوبه ها انتم حنا ندخلوا دابا المحل وتشوفوا الموديلات كيف كتشوفوا معنا عندهم هذا الموديل ديال الشورت كيجي غزال بونطاطور كاين عندها دو بياس ثاني اللي كتجي غزاله هذا الموديل اللي كتجي غزاله ديال العريسات كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي كيجي غزال كيف كتشوف معنا ديال البحر كاين عندها بزاف ديال الموديلات تعال اختنا هيلا قدميني ثاني هذه الموديلات هنايا ديالنا العزاز مرحبا بكم عند اكريم زازا هي اليوم المحل اللي كتواجد الثاني اللي كتواجد فيه خالتي نزهه غادي نوريكم الموديلات اللي عندنا انتم يوم ديري عايل قنيديرات ديال البحر انتم هما راه عندهم موديلات مختلفين على الموديلات اللي عندي انا في المحل كاين هاد القنيديرة هادي هاد القندورة الثمن ديالها حتى هي 59 درهم وكتبقى ب 55 درهم هنا فهما عندهم نفس هذاك اللي عندي ديال الطوق طويلة دايرة 55 كتبقى ب 50 درهم جملة عندهم هاد الموديل هذا اللي كيجي بدونتيل وفيه هادوك الكبيلات بالحجر كيجي صراحة غزال كاين عندهم ثاني هاد الموديل عندهم الموديلات ديال الرجال الثمن ديالها 129 درهم بليطاي 125 درهم بليطاي وعندها بزاف الموديلات ها ماما معلقينش الناس اللي بغات تجي تقدا مرحبا بها سول على المحل دخل القيصاريات اكريم سول على الاخت مديحه ولا سول على الاخت نهيله ماما مرحبا بكليان ديالنا العزاز